وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون، ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهر النعسان وبيقضه، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا شغل نص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات. هذه الساعات منين بدي أعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها، نهى عن النوم قبل صلاة العشاء. لماذا؟ لأنه بيصحبها نومي وما بفيه لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا، ساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11:30 على حسب طول الليل وقصره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فات فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا، شوف النتيجة دون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يدخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأنه هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، واستعمل كل شيء وضعه في مكانه. لكن ليلة من الليالي سحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور، وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها، هذا زيد من الناس. أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس ما بينام إلا مثل ما قال صاحبنا آنفا 10:30 11، وقد كمان يصحب 12
هذا بطبيعة الحال ما يقدر يستيقظ لصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة ولا إمكانه أبدا أن يصليها. وهذا كله يعني ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله. تفضل. حكيت بقى صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 أو 15 ولد في عزار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام، طب أنا ما بدي برضو بحكي وبدي آخذ حقي من الحياة من زوجتي يعني. وطراتي ونام وينام الولاد على 10 بنام الولاد او 11 شو بتسوي على هذا؟ وإذا لما تفضل علينا انت سامحك الله، انا ما حكيت انه ما لازم الزوج يلتفت لاولاده ولزوجته. نعم. اولا هالأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمستاش، هل هن منذ نعومة أظفارهم قام والداه مو بس الرجل حتى إيش الزوجة، قام والدا لأولادهم قلوا أو كثروا قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا. ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس اللي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي. لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوي على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو أهلها قريبين من المرحلة هي. أما الشباب أولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان. هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. أنت بلغت ما شاء الله 19 و 15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقة إلى المسجد؟ كم ولد لازم يكون ماشي معه؟ أنا ماشي 5. نحن ما بنشوف هيك شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد؟ هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول، إجا الولد الأول، لأن لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحاضر على الصلاة ابن 9 ابن 10 وكل ما نبغ بيهتم بقى في الصلاة في المسجد، أخوه الثاني بيلحق فيه والثالث بيلحق فيه وهكذا، بيرتاح الوالد إلى ما أحسن إنبات البذرة الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا
يمكن ابعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن انا بيهمني لفت النظر تماما. بقول لك هذول الاولاد مو تعشوا، تعشوا خلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لانه ابوه هيك بيساوي، وابوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده، فهو بيقوي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أو الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن البيت وهذه، وبعد ذلك ما هو بيتمتع بحلاله. نعم، مهما كان الوقت، نحن ما بنقول صلينا نعيشة ونمنا، لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما أنت ولد صليت، لا ما صليت، أنت تربيت، هذه أمور لابد منها، لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما رح تأخذ نص ساعة، ما رح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هني مربيين، ما هني مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني، ما تأخذني، أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه. كل هالجيل اللي شايفينه هلا، الكلام عام في كل الأمة اليوم هيك، يعني الجيل اللي هلا ناشي. أريد أنا ألفت نظركم لشيء، هلا في فرق في توعية الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها ما كانت موجودة قبل 20 سنة، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها، ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هاي تربية إسلامية تعرفونها، يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما بتعرفوها، منين بتكون تعلموا؟ ما كان في علم من السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قول عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما بيبلغ السن 7، وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السنة 10 حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا. نعم.